شغال يا وحش، شغال يا عقل الوحش. احلى جروب في الدنيا، جروب كوكو اند اس. طالع لكم لايف النهارده يا جماعه زي ما وعدناكم كده. كوكو نفسه بصوا جاي يدمر الاسعار في فرع التل. بص حبيبي، قلنا هوب رجعنا لكم كوكو اند اس في فرع التل. هننزل العنوان دلوقتي في البوست والموقع. عاملين اوبن دي 3 ايام، 3 ايام اوبن دي تاريخي في فرع التل. شغال تصفيات شتوي، تصفيات على المنزلي، عروض مش هتتكرر تاني في الوجود، حتى نفاذ الكميه. هو هو يا جماعه، هو هو كوكو زي ما هو، برعايه كوكو النهارده. ومعانا الحريف يا جماعه النهارده، بصوا جايبين لكم عليها وطيه في الملابس. احلى سلام للحريف معانا اهو. بنقول صباح الورد يا عطر الورد، بنمسي ونصب على جروب كوكو اند اس، جروب الرجاله، جروب الجدعان، جروب جنود المقاتله ضد تحطيم الاسعار. النهارده عاملين مفاجاه في فرع التل، مفاجاه ما حصلتش، وتحطيم اسعار وتدمير اسعار. والنهارده كوكو مضحي وظهر بنفسه على اللايف فرع التل، عامل اوبن داي على طول، بوفيه مفتوح لكل حاجه. كنا عملنا لكم استطلاع يا جماعه على الصفحه، وقلت ان انتوا عايزين عروض على الملابس، واحنا هنلبي الدعوه يا جماعه. هو هنعمل لكم اول حاجه عروض على الملابس اللي من البيت كلها معانا اهو. هات لي السلوبيتات يلا، شغال هات شوال كده يلا، هات السلوبيت. هنبدا معاك اول عرض حتى نفذ الكميه في فرع التل. شغال شغال يا وحش. هنبدا معاك سلوبيتا كانت ب 110 وب 115، هنعملها لك النهارده بكام؟ خليها مفاجاه لما الناس تتفرج على الطبيعه. الناس تجمع معانا يا جماعه، الكل يعمل مشاركات معانا، كل اللي هيعمل معانا مشاركات كسبان هدايا، كسبان عروض النهارده. تاني حاجه، العروض اللي كانت خلصانه في كل الفروع موجوده في التل، موجوده في التل فقط لا غير. عزبه الخلايفه امام مدرسه الهدى، العرض ابو 135 جنيه اللي مفيش ولا حته في ولا فرع. عندنا هنا كميه، وعندنا الشغل بتاع العرايس من باسورد، حتى نفاذ الكميه بردك. شغال شغال يا وحش. بص جت كميه اهو، باسورد يا جماعه، يعني البراندات، يعني الشغل العالي، يعني الشغل النظيف. 35 جنيه الثلاث قطع الروب اهو. شغال الاديداس، شغال يا وحش، شغال يا قلب الوحش. كل الوانه يا جماعه بكل مقاساته موجود معانا اهو. كوكو جاي يخربها النهارده في شارع التل يا جماعه. العرض ابو 95 جنيه بردك، وصل تاني في فرع التل. شغال 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 يا وحش. بترد على التعليقات، وعندكم الرقم التواصل للجمله والشحن هيبقى في فرع التل. اهدى فرع عشان الزحمه والضغط، بعد كده هنشحن من فرع التل لاي ناس عايزه اوردرات. شغال يا وحش، شغال يا قلب الوحش. قلنا شارع التل يا جماعه، يعني شارع التل امام مدرسه الهدى، نزلت سلم الخلايفه. بص يا حبيبي، العرض ده في فرع التل، السلوبيتا لغايه 16 سنه بكام؟ بكام يا وحش؟ الله تخرب. من سن سنتين يا جماعه بكل الوانها لحد سن 16 سنه. 45 جنيه. بكام؟ ب 45 جنيه. هو هو يا جماعه، حكايتك حكايه كوكو في فرع التل. 45 جنيه. شغال يا وحش. 45 جنيه كل ده، كل الالوان ب 45 جنيه الشتوي. ادينا شايفين الساعه عامله ازاي؟ ب 45 جنيه. بكل الوانها يا جماعه، بكل حلوياتها، بكل مقاساتها. من سن سنتين لغايه 16 سنه 45 جنيه. شغال يا وحش. 45 جنيه. شغال 45 جنيه. هو هو يا جماعه كوكو زي ما هو. 45 جنيه كميه جت فرع التل، قلنا هنخربها فرع التل اوبن دي 3 ايام مش يومين يا جماعه. هات يا واحد. وزي ما قلنا لكم كوكو جاي يدمر الاسعار في فرع التل. بصوا الشغل، 45 جنيه بكميات، جمله موجود، قطاعي موجود. حبيبي انا عامل لك الاوبن دي ده هيبقى في فرع التل فقط 3 ايام. شغال 3 ايام. شغال شغال يا وحش. 3 و4 وخميس وجمعه. شغال كده بين 4 ايام. شغال شغال. العروض دي امتى؟ في الاربع ايام دول حتى نفذ الكميه، غير اللي انا عامل لك لايف اوبن داي في المفروشات فرع التل فقط. العروض اللي هتبقى موجوده فيه هتبقى في الفرع ده بس. ادي بيع من غير ترجيع. كوكو يا جماعه جاي يخربها في فرع التل. شغال يا وحش، شايفين اهو الشغل اهو بكميات. بص يا حبيبي، لو عايز 1000 حته موجود. العرض ده بردك في فرع التل اهو، بكره ب 100 جنيه. باسورد تاني يا جماعه، وحلويات باسورد. الله تخرب. ب 100 جنيه، افتح كده يا حبيبي بعد اذنك. شفت اتفرج على شغل البراندات ده. عم جمال، هات الشغل تحت العينات. اتفضل. يلا يا عم. 100 جنيه الحريف معانا يا جماعه. 100 جنيه يا ريس. جايب عليها وضيع يا جماعه فرع التل هو وكوكو اهو. شايف الشغل، شايف الحلويات، شايف التكات. شغال. قطن مكستر 100 جنيه. شايف التطيب؟ شغال يا حريف. بص الحته، شغال تطيب وروقان وكوسته كله ب 100 جنيه. قلنا اوبن دي 3 ايام يا جماعه فرع التل معانا.
ب100 جنيه. الناس تجمع معانا، كل يعمل مشاركات معانا، كل يعمل معانا مشاركات كسبانه هدايا، كسبانه عروض. بص شارك اللايف ده هيكسب معايا هديه من فرع التل. شغال شغال يا واحد. لما الناس بقى خليها تخرب بكره في فرع التل، رد على العنوان. ابعت الاديداس الحلوه ب100 جنيه برضه، باسورد وحلويات باسورد يا جماعه اهو. الشغل البراندات والتشطيب والشغل الشغل العالي شغال. بص شغال يا حبيبي، حته بتنطق اهي اهي يا ابن العروض. بص الحلاوه 100 جنيه. اتفرج على الطبله دي برضك بكره، متاح كميه. اصبر خليها لسه جاي. شايف يا ريس؟ 100 جنيه شغال. قطن المكستر باسورد وحلاوه باسورد، قول يا حريف قول. 100 جنيه كله ب 100 جنيه. يعني قول لي حكايتك، حكايه كوكو فرع التل بكره وبعده وبعد بكره يا جماعه. وانت عينيك حلوين، وانت عينيك حلوين. ادي بيع يا كوكو، ادي بيع ادي بيع. شغال يا وحش شغال. تعالى يا حبيبي في الطفره دي، خش حريف على الطفره. كوكو جايب عليها واطيها يا جماعه. انزل العرض ده بكره ب 85 جنيه شغال. كل الترنجات اللي هتشوفها الشتوي دي ب 85 جنيه حتى نفاذ الكميه. ادي بيع ادي بيع من غير ترجيع. اتفرج كده اهو الحلويات شغال. شايف الفرق؟ بص يا باشا شغال يا وحش. 85 جنيه ايه الجمال؟ مش هتلاقي في السيف ترنج صيفي ب 150 جنيه. نعرض ايه ولا ايه يا جماعه؟ احنا بندي لك شتوي 85 جنيه شغال. ده مرشي من اكل الحلويات دي. هات يا ابني شغال يا وحش. رقم 87. يعني العرض ده كله بكام يا حريف؟ 85 جنيه. شغل الخروج ده يا جماعه ب 85 جنيه في فرع التل. موجود في فرع التل بس. يعني قلنا شارع التل. تعالى كده. شغال يا وحش. اتفرج كده. بص الشغل الخروج. نفذ الكميه. الشغل الخروج يا جماعه اهو. نفذ الكميه، بص البنطلون عامل ازاي؟ شغال يا وحش. ادي الزرع وادي كله ب 85 جنيه. ايه كمان؟ بص يا وحش. بولر وعطيفه مطبوعه. شغال يا وحش. حكايه يا كوكو. بس شايف؟ الفيله. شغال. شغل الفيله. الملتون المكستر القطن النظيف. قالوا لي دلوقتي. شغال. جمال. شغال يا وحش. قرب عليها كده يا عم وائل، شوف الخامه المشرطه. شغال. الميلتون المكستر من جوه القطن. شغال يا حريف شغال. شوف المقاس على الضمار. ادي بيع من غير ترجيع يا جماعه، كل يجمع معانا، كل يعمل مشاركات. الفيلة بالوانه. شايف الجمال؟ حكايتك حكايه يا كوكو في فرع التل. شغال يا كوكو. 85 جنيه. كله شغال. سعر 85 جنيه. كله سعر 85 جنيه. كل الترنجات دي يا جماعه ب 85 جنيه. القطيفه المشجره. والساده كله 85 كله ده 85 جنيه كله ب 85. الدفايه المهير دي بكره ب 35 جنيه. بكم؟ ب 35 جنيه. ادي بيع. الدفايه المهير دي بكره ب 35 جنيه. كوكو خربها يا جماعه في الاسعار. 35 جنيه ب 35 جنيه في فرع التل يا جماعه. بكل الوانها موجوده عندنا. شايف الجمال يا عم وائل بتاع الحته دي؟ بص هات لي كل الجلاليب اللي عندك. 85 جنيه لسه في عروض ال 85 مع الحريف يا جماعه. يا باشا سلسله تحطيم الاسعار شغال. تمام شغال. 85 جنيه 85 جنيه. الجلابيه دي ب 85 جنيه شغال. لسه شغال يا وحش. لطيفه كل لطيفه. المطبوعه دي برضه سعر رسمي ب 85 جنيه. ومين يبيع زيك مين وانت عليك حلوين؟ ادي بيع ادي بيع من غير ترجيع. لسه سلسله ال 85 يا جماعه. الحلويات دي 85 جنيه 85 جنيه. هات يا ابني. الناس تجمع معانا، الكل يلحق العروض دي. فرع التل 85 جنيه 85 جنيه. ده ب 85 جنيه كله 85 جنيه. الجمال والحلاوه دي 85 جنيه شغال يا وحش. شايف الحلويات يا عم وائل 85 جنيه كل المقاسات دي. ومين يبيع زيك مين؟ سلسلة تدمير الأسعار يا جماعة 85 جنيه. 85 القطيفة أهي المشجرة 85. احنا مش طالعين نقول لكم اومن داي وخلاص يا جماعة، احنا بصوا بنكسر لكم الأسعار كلها. بكرة وبعد الأربع أيام اللي جالي عليهم كوكو أيام. بص ما تتعوضش تروح كوكو عند ياس فرع التل. شغال يا وحش. اومن داي على طول. لا مش دي. 45 جنيه. بخمسة. ادي بيع. ادي بيع. 45 جنيه. ايه الحلويات دي؟ ادي بيع. حكايتك حكايه يا كوكو فرع التل. 45 جنيه.
كوكو جايب عليها وضيع يا جماعه في فرع التل 45 جنيه شغال ببلاش. 45 جنيه دول حبيبي. ولا ال 45 جنيه دول الاوبن دي ده معمول في فرع التل فقط 3 ايام شغال. يبقى مفروشات ومنزلي وملابس حتى نفذ الكميه شغال يا وحش. هتقابله عروض في فرع التل حكايتها حكايه شغال يا وحش. بقى لنا 3 ايام اوبن دي يا جماعه برعايه كوكو في فرع التل. فرع التل ده زي ما قلنا في شارع التل امام مدرسه الهدى نزلت سلم دائره الخلايفه. يعني انت لو جاي من اي حته في مصر هتنزل سلم الخلايفة هتلاقي الفرع قدامك شغال يا اه شغال. انا كده كده قاعد لكم في الفرع ده. كوكو منورنا يا جماعه. يعني مش عارف يوصل لكوكو يقابله يجي 3 ايام في فرع التل هنا هيلاقيه. 45 جنيه انا بقول اهو يا بلاش. اللي عايز يوصل لكوكو يا جماعه يجي في يوم الثلاثه دول هيلاقي كوكو موجود معانا هنا. سلسلة ال 45 الجليد ب 45 جنيه يا جماعة، قلنا الدفاية المهر ب 35، قلنا أي شغل نيو هاي يا جماعة ب 85 جنيه، الجلابية البولر ب 85، ادي بيع، ادي بيع، كوكو خرابة يا جماعة، خش على البراندات والشغل العالي، شغل ديفا يا جماعة أهو، شغل ديفا وكارمن معانا في العرض أهو كمان، حتى دي على ضمانتنا إحنا محلات كوكو أند إس دي. بص اغسل والبس وتحصل فيها اي حاجه ترجعها لينا ادي بيع عشان دي متباعه على الضمان. احنا بنقول كلام وواثقين فيه شغال يا وحش. 130 جنيه بكام؟ 130 جنيه من بعد 175 يا حريف. اه 130 جنيه ادي بيع. شايف الشغل؟ شايف الجمال؟ بثلاث قطع كمان يا جماعه اهو معانا في العرض ب 130 جنيه. 130 جنيه من بعد 175 ب 130 جنيه معانا يا جماعه. الشغل ثلاث قطع الشغل الفاخر من الاخر. بص شايف الحته شغال. الله يبارك له الله يبارك له شغال يا وحش. الله يبارك له. هات يا ابني هات هات يا ابني خد 35 جنيه بس. ادي 35 هنخش على الاطفال يا جماعه. الشغل الاطفال الجميل اهو بلاش 35 جنيه قلنا موجود منه اولاد وبناتي. ايه الجمال ده شغال شغال. 35 جنيه 35 جنيه شغال. كل الالوان كل الاشكال كل التكات كل الحركات شغل فطومه وحلويات فطومه اهي ب 35 جنيه. 35 جنيه يا بلاش يا بلاش. كل ده 35 جنيه شغال. 35 جنيه سلسلة الله يبارك لك يا كوكو. مين يبيع زيك مين؟ وانت عينيك حلوين عينيك حلوين. ايه ادي بيع 35 جنيه ادي يا ريس. اديني الفرو ده قلنا 3 ايام اوبن دي يا جماعه مش هتشوفوا زيهم في الدنيا كلها. كوكو خاربها فرع تل 3 ايام على كل الفرع منزلي حريمي اطفالي مفروشات كل الفرع يا جماعه اوبن داي 3 ايام. بص السويت شيرت ده ب 45 جنيه بكره. بكام؟ ب 45 جنيه بكره. شغل الخروج يا جماعه ب 45 جنيه. اهو 45 جنيه. فرع التل يا جماعه جايب عليها وضيعها برعايه كوكو معانا اهو. 45 جنيه بكره. مين يبيع زيك مين؟ 45 جنيه بكره. شغال؟ شغال والنهارده شغال يا وحش. يجي النهارده يجي. بداية من النهارده خلينا 4 ايام يا جماعه اهو. 45 جنيه. شغال. 45 جنيه. سويت شيرت خروج يا جماعه بسوسته اهو فرو مبطن من وشين ب 45 جنيه. 45 جنيه. نفس السلسله معانا اهي. 45 جنيه. شغال. السويت شيرت الهاي وست يا جماعه اهو. ادي بيه. ادي بيه. شايف العطيفه دي؟ كل ده مستورد يا حبيبي. 45 جنيه الشغل المستورد الخروج اهو الخروج يا جماعه اهو 45 يا بلاش كل ده 45 جنيه والعطيفه دي ها 85 جنيه شغل العطيفه ب 85 جنيه اهو 85 جنيه العطيفه دي اهو اهي نقول ايه ولا ايه يا جماعه؟ نقول عروض ايه ولا ايه؟ عروض على كل المنتجات في المحل هنا يا جماعه على كل الشغل الشتوي كله هنا عليه تصفيات شغال. هناخد جوله معاكم يا جماعه اهو على كل الشغل. بص شغل الفانيو ده كله بكره اخر حاجه في المحل ب 100 جنيه. الشغل ده بكام يا كوكو؟ ب 100 جنيه. كوكو خرابها يا جماعه. ب 100 جنيه اي قطعه من دي يا جماعه ب 100 جنيه. من زيك مين؟ مين يبيع زيك مين؟ حتى نفذ الكميه شغال. حبيبي احنا هنا قاعدين في فرع التل 3 ايام عاملين اوبن دي حتى نفذ الكميه شغال يا وحش. اول لايف عملناه لك الملابس على الشتو عندنا كميه شتو مش هتلاقوها عند حد.
شغال يا وحش. هنعمل لك على المفروشات كام لقطه برعايه كوكو هندس والشبح مفاجاه. شغال. بتاع جروب في الدنيا جروب كوكو هندس. الرقم التليفون هو للتواصل. اي حد عايز كميه، اي حد عايز اي حاجه، العروض كلها متاحه وهننزل بالصور. ابدع جروب في الدنيا جروب كوكو هندس. شغال يا وحش.